لكن نبدأ بترند الأهلي النهاردة لأن في معنا ترندات كثيرة جدا، لكن نبدأ بالصفحة الرسمية لليوم السابع اللي نشرت تصريح للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بيقول فيه إن الأهلي حدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الإياب أمام نادي الوداد. الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر قال إن الأهلي بيسعى لحضور الجماهير في مباراة الوداد. أما حساب الأهلي على تويتر نشر صورة لرينيه فايلر المدير الفني الأجنبي للنادي الأهلي وعليها كلمتين إحماء وتركيز. ثم كمان موقع جول المصري كتب على تويتر وقال إن الأهلي يسعى لحسم صفقة رمضان صبحي خلال الأيام القادمة بإذن الله. كمان الحساب الرسمي لموقع سوبر كورة قال إن زي النهاردة الأهلي فاز على الزمالك في القطاع المباراة للناشئين عام 85، وهذه المباراة كانت بمثابة انطلاقة قوية جدا لعدد كبير جدا من ناشئي النادي الأهلي والفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين. هذه المباراة تحديدا كانت في 85 وظهر من خلالها نجوم كثيرين جدا ظهروا بشكل جيد بعد اللعب بمكان الفريق الأول في هذه الفترة. كمان على صفحة استاد الأهلي على تويتر نشرت صورة لنجم النادي الأهلي القادم بإذن الله طاهر محمد طاهر اللاعب القادم من المولين العرب بإذن الله في الموسم القادم، وكتبت عليها نتمنى تكون إضافة قوية للفريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. أما صفحة ماجيكانو نشرت صورة لدوري أبطال إفريقيا وعلقت عليها وقالت أنا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك على البال. كمان صفحة الأهلي اليوم نشرت تصريح لعمرو الجنايني بخصوص عقوبة كهربا وقال إنه لا يتدخل في عمل القضاء.